بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: صفتني استحسن جر فاعلي، صفتني استحسن جر فاعلي، معنى بها المشبهة اسم الفاعل، وصوها من لازم لحاضر، كطاهر القلب جميل الظاهر، وعمل اسم فاعل المعدى لا على الحد الذي قد حد، وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه لا سببية وجب، فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال، وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا، تجر بها مع السما من الخلا ومن اضافة لتالها وما لم يخلو فهو بالجواز والسماء. قال: الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وجدنا العرب يرفعون بها وينصبون ويجرون. الصفة التي يحسن أن يجر بها فاعلها هي الصفة المشبهة. اسم الفاعل لا يجر فاعله، تقول زيد ضارب أبوه عمرا، لا تستطيع أن تقول زيد ضارب الأبي، لا يجوز، لكن تستطيع أن تقول زيد حسن عمله، تستطيع أن تقول زيد حسن العمل. الصفة التي يحسن أن تجر فاعلها في المعنى هي الصفة المشبهة، واضحة؟ تخالف اسم الفاعل في خمسة أمور، وأحدها لم يذكره، وهو أنها لا تجري على الفعل المضارع. اسم الفاعل يجري على الفعل المضارع، داخل تجري على يدخل، داخل أربعة أحرف، يدخل أربعة أحرف، كاتب تجري على يكتب. الصفة المشبهة في الغالب إذا كانت من الثلاثي لا تجري على المضارع، تقول يحسن، تقول حسن، يحسن أربعة أحرف، حسن واحد ثلاثة أحرف، واضح؟ تقول يظرف، ورف يظرف، يظرف تقول ظريف، الحروف أربعة، لكن ترتيب الحركات والسكنات ليس واحدا، يظرف حركة فالسكون حركة، ظريف حركتان، واضح؟ يبطل تقول فهو بطل، بطل بطل ثلاثة أحرف، ويبطل أربعة أحرف، هذا الشرط الأول. قال: وصوها من لازم، الصفة المشبهة باسم الفاعل لا تصاغ إلا من اللازم، لا تأتي من المتعدي، واضح؟ تقول حسن فهو حسن، ورف فهو ظريف، ضخم فهو ضخم، حرش فهو أحرش، شجع فهو شجاع، جبن فهو جبان، عفر فهو عفر، شجاع ماكر، واضح؟ لا تأتي إلا من اللازم. واسم الفاعل يأتي من اللازم، تقول قعد فهو قاعد، ويأتي من المتعدي ضرب فهو ضارب. أنا صور من لازم لحاضر. الصفة المشبهة تدل على الثبوت، ضخم فهو ضخم، طول عمره ضخم، طاهر فهو طاهر، طول عمره طاهر، بخلاف اسم الفاعل يدل على الحدوث، تقول ركب فهو راكب، بعد قليل سوف ينزل، نام فهو نائم، بعد قليل سوف يستيقظ. أنا قوله وصوها من لازم لحاضر، كطاهر القلب جميل الظاهر، طاهر القلب صفة مشبهة وجميل الظاهر صفة مشبهة. قال رحمه الله: حاضر أي لازم، أي في الزمن الماضي، والحاضر المستقبل. زيد طاهر القلب، كان طاهر القلب قبل أن تتكلم وأثناء كلامك وبعد كلامك، ثبوت. وعمل اسم فاعل معدى لها الحد الذي قد حدى، تعمل عمل اسم فاعل متعدي لواحد، تقول زيد حسن عمله، حسن عملت النصب في عمله، حسن نصبت عمله، وبنفس الشروط اعتمد على مبتدأ زيد حسن كاسم الفاعل على الحد الذي قد حدى. سبق أن قلنا اسم الفاعل أنه يعمل بشرط أن يدل على الحال أو الاستقبال، وأن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف أو صاحب حال، كذلك هو صفة مشبهة. وعمل اسم الفاعل معدى لواحد لا على الحد الذي قد حدى، تخالف اسم الفاعل في أن معمولها لا يتقدم عليها. اسم الفاعل يتقدمه معموله، تقول زيد شارب الماء، وتقول زيد الماء شارب. والصفة المشبهة تقول زيد حسن عمله، ولا تقول زيد عمله حسن. قالوا اسم الفاعل فرع الفعل، والصفة المشبهة فرع اسم الفاعل، ضعفت لأنها فرع فرع، وكونه لا سببية وجب. اسم الفاعل يعمل في السببي وفي الأجنبي، اسم الفاعل يعمل في السببي وفي الأجنبي، تقول زيد ضارب غلامه سببي،
زيد ضارب عمرا أجنبي. الصيغة المشبهة لا تعمل إلا بالسامي، تقول زيد ضخمة جثته، زيد طاهر قلبه، ولا تقول زيد طاهر عمرا لأن عمرا أجنبي منه. وظهر أنا قولي وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب.